ونتحول الآن إلى فقرتنا الرياضية في نشاط التاسعة. إلى آية كفوري، تفضلي. شكرا لكم، والآن محليا وعالميا نتعرف على أخبار الرياضة. أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن خالص الشكر والتقدير للمنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدمه من أداء رائع في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وأكد جبالي خلال جلسة مجلس النواب اليوم أن المنتخب الوطني لعب بروح قتالية عالية وإصرار وعزيمة لا تلين، متسلحا بحب مصر ومتحديا الصعاب وضاربا المثل والقوة في تحطيم المستحيل. الزميلات والزملاء نواب الشعب المحترمون، اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص الشكر والتقدير لفريقنا القومي لكرة القدم بخالص الشكر على ما قدموه من أداء رائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية أسعد الجماهير، وهو مبعث فخرنا واعتزازنا. لقد لعب منتخبنا القومي بروح قتالية عالية وإصرار وعزيمة لا تلين، متسلحين بحب مصر، متحديين الصعاب، ضاربين المثل والقدوة في تحطيم المستحيل، فنالوا احترام وتقدير شعب مصر وقيادته السياسية. طالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر بالوقوف خلف المنتخب الوطني لكرة القدم، مضيفا أنه من المهم الحفاظ على هذا الفريق الكبير. وشدد رئيس المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة الحفاظ على الروح المعنوية وعدم السخرية أو التسبب في إشعال الفتن بين الجمهور، موضحا أن هناك لجانا لرصد المخالفات في البرامج الرياضية. خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية. بهذه النتيجة ينتظر الأهلي الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي من أجل المنافسة على الميدالية البرونزية، بينما تأهل بالميراس إلى المباراة النهائية والتي يواجه فيها الفائز من لقاء تشيلسي والهلال. وفي البطولة نفسها يلتقي تشيلسي الإنجليزي غدا مع الهلال السعودي في الدور نصف النهائي، وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس يواجه الجزيرة الإماراتي فريق مونتيري المكسيكية. يستضيف إنبي غدا فريق مصر المقصة في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل الجونة ضيفا على طلائع الجيش. أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي انتقال لاعب الفريق والمنتخب الوطني محمود حسن تريزيجي إلى صفوف نادي إسطنبول باشاك شهير التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وبحسب ما ذكره أستون فيلا، فإن باشاك شهير تعاقد مع تريزيجي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، ليعود تريزيجي إلى الدوري التركي الذي سبق أن لعب به موسمين بين 2017 و2019 مع فريق قاسم باشا. انتهت أخبار رياضية، عودة مرة أخرى إلى ريهام ونهى، إليكم. شكرا آية.